الحمد لله على السلامه يا جمال بيه. الله يسلمك. محسن بسيوني مدير مكتب معالي السفير. اهلا وسهلا سياده السفير، منتظر سعادتك. اتفضل يا فندم. اتفضل. اهلا اهلا جمال بيه. الحمد لله على السلامه. الله يسلم سعادتك. اتفضل سلام. ها فاخذ الرحله كانت مريحه، المسافه قريبه، ساعه مش اكثر من ساعه. اتفضل. الحمد لله يا فندم، الحمد لله. ايه مالك شكلك مجهد، في حاجه ضايقتك؟ لا يا فندم لا، بس سعادتك عارف دي اول مره اجي فيها هنا، يعني مسألة مش سهلة برضه فندم. الخلطة الأولانية سعادتك. ده كان نفس شعوري أول يوم استلمت عملي هنا في السفارة. إنما في الآخر إحنا بنأدي رسالتنا يا جمال. تمثيل مصر في أي مكان في العالم شرف وواجب وطني كبير، حتى لو كان في تل أبيب. وبالوقت هتاخد على الجو هنا. أنا عاوزك تستقر وترتاح عشان تستلم عملك فورا هنا. ناجي بيه عطا الله الملحق الإداري في السفارة هنا هيخلص لك كل امورك الشخصيه. راجل حبوب قوي، نشيط وذكي، انا متاكد انكم هتبقوا اصحاب ان شاء الله يا فندم. هو سعادتك خارجيه اصلا ولا كان من هيئه الاستعلامات؟ لا ده ولا ده، كان ضابط جيش وتقاعد وبقاله فتره هنا معانا في الخارجيه، بس ايه اثبت كفاءه عاليه جدا وعنده قاعده علاقات هنا قويه جدا، والسفاره بتعتمد عليه في شؤون كتيره. اتفضل. خير يا محسن، في ايه؟ لا يا فندم مفيش حاجه، بس اتكلم يا محسن، جمال بيه خلاص بقى واحد مننا. حاضر يا فندم. يا فندم النهارده 4 في الشهر، مفيش حد في السفاره قبض، المرتبات لسه ما جاتش. وايه الاخر المرتبات؟ لا اجيب ايه يا فندم، كل يوم يقول لنا بكره. يا فندم الناس عندها مصاريف كتير وايجارات. لا اكيد في حاجه. عموما ابعت لي ناجي بيه، انا عاوزه. حاضر يا فندم، بس يا فندم الاستاذ سراج الصحفي قاعد عنده في المكتب وكان عاوز حضرتك. اوكي ابعت لي ناجي بيه وبعدين سراج. حاضر يا فندم. يلا مع السلامة. بقول لك، مرة واحد يهودي راح فرنسا وتعرف على واحدة فرنسوية، قضى معاها ليلة واداها 50 يورو، تاني يوم قضى برضو ليلة واداها 50 يورو، تالت يوم برضو قضى الليلة واداها 50 يورو، رابع يوم برضو اداها 50 يورو. الولية انبسطت منه قوي، قالت له انا حبيتك يهودي وكريم، 200 يورو كده مرة واحدة. وعلى فكرة أنا عمتي ساكنة عندكم في تل أبيب. قال لها ما هي اللي بعتها لك ال 200 يورو. ها؟ أوكي. أجد لخا بدي حارت ببقي شاها بار. لا 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 ما شاء الله يا ناجي باشا، ده أنت بتتكلم العبري أحسن منهم كمان. يلا أستأذن أنا بقى. إيه على فين؟ رايح اعمل حوار صحفي دلوقتي مع نتنياهو. اعوذ بالله، الراجل ده ما بينزليش من الزور، الله يكون في عونك. عارف اكتر حاجه عجباني فيك ايه يا ناجي بيه؟ انك عارف الناس دي كويس قوي ومع ذلك بتعرف تتعامل معاهم. انا بقالي 20 سنه باجي هنا اعمل حوارات وموضوعات صحفيه للجورنال ومع ذلك مش قادر. نفس الخنقه اللي جاتني أول يوم وصلت فيه تل أبيب هي اللي جوايا بعد 20 سنة. انت مش كان في جريدة هنا كانوا عايزينك تكتب فيها وعرضوا عليك مبلغ كبير؟ أيوة، جريدة معاريف. وعملت إيه معاهم؟ رفضت طبعا. رفضت ليه؟ أنا ضد التطبيح. ناجي بيه بعد إذن سعادتك. إيه في يا محسن؟ سيادة السفير عايز سعادتك. أنا عارف سيادة السفير، هتكلمني عن المرتبات. النهارده على آخر النهار كله هيكون قابض. أصل البنك هنا بعيد عنك. الفلوس تخش بمنتهى السهولة. تيجي تطلعها عقد الدنيا وشغلانات وإجراءات. أنا لولا قاعد على دماغهم كنا قبضنا كل شهرين. أوكي ناجي بيه، أوكي. أنا عاوز أعرفك على المستشار الإعلامي الجديد في السفارة. جمال بيه. جمال عبد الناصر.
مين سعادتك؟ جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر هنا في تل أبيب؟ يا نهار اسود، وده داخل ازاي؟ طب السادات قلنا معقولة، إنما جمال عبد الناصر كمان؟ أهلا جمال بيه. أهلا بيك يا فندم. يا ترى المدام والأولاد جم معاك؟ لا يا فندم، أنا هقعد شوية لوحدي كده لحد ما أخد الكو وبعدين أبعت أجيبهم. ناجي بيه، همتك معانا. عايزين جمال بيه يسكن جنب السفارة بقدر الإمكان. السمسار اللي احنا رايحين له ده اسمه روني بتال، عنده مكتب هنا بيشتغل مع السفارات، بس شغله مع السفارات كلها كوم وشغله معانا كوم تاني. ده سرحان في ايه؟ فكاه يا جمال بيه، فكاه. انت لسه قاعد 4 سنين، هتنكد على نفسك من دلوقتي؟ فاحنا ننكد على ابوه. فكاه فكاه. مستر ناجي. اهلا ازيك. اهلا مستر ناجي. اسمع دي، بقول لك بره واحد يهودي قالوا له لو الدنيا بردت هتعمل ايه؟ قال لهم هقعد جنب الدفايه. قالوا له طب لو بردت اكتر؟ قال لهم هقرب اكتر من الدفايه. قالوا له طب لو بردت اكتر واكتر؟ قال لهم هلزق في الدفايه. قالوا له طب لو نزل تلج؟ قال لهم هشغل الدفايه بقى وامري لله. بص يا روني، مستر جمال يبقى ابن خالتي، عايز له احسن شقه في تل ابيب بس بسعر حنين. ازاي مستر ناجي احسن شقه في تل ابيب ويكون سعره حنين؟ لا لا لا، تيجي ازاي دي يا راجل؟ ده انا جايب لك 30 زبون لغايه دلوقتي، لما اجي اقصدك في خدمه تطلع ندل كده؟ بلاش الشغل بتاعكم ده. انت كل واحد تجيبه تقول ده ابن خالتي، ده ابن خالتي. انا اصل خالتي كانت ولاده، كانت بتولد توأم كل 9 اشهر. بقول لك ايه، ما تديله الشقه اللي قدامي. لا 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 لا، دي شقه غاليه كتير. هتغلى عليا انا برضه يا روني؟ ما تصغرنيش بقى قدام ابن خالتي. خلاص اعمل لك خصم 5% ده عشان خاطرك انت بس. 5% ده خصم برضه؟ انت بتقطع من لحمك الحي يا راجل انت. بلاش الشقه دي، شوف غيرها. لا احنا هناخد الشقه دي بقى وحر ونار في جتتك ومهات عقد.